نشرح السؤال الأول الذي تسأل عنه في القبر. ما هو أول سؤال تسأل عنه في القبر إذا مت؟ Vous allez parler de lui concernant sa première question que vous allez demander dans la tombe étant mort. من ربك؟ لكن رب. نعم. من يعرف الإجابة؟ إذا تعرف الإجابة هنا وتعمل بها بإذن الله تجيب في القبر. Si vous connaissez la réponse là, je vous pourrai, d'après la réponse que vous connaissez, vous pourrez répondre à cette question de la tombe. تقول ربي الله. Vous dites mon Rob c'est Allah. إذن الإجابة ما هي؟ La réponse c'est quoi? ربي الله. Mon Rob c'est Allah. الذي رباني. ما معنى رباني؟ يعني خلقني ورزقني وأرسل إلي الرسل وأنزل الكتب. ربي الله الذي رباني يعني خلقني ورزقني. وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب. إذن من ربك؟ تقول ربي الله. لا يصلح أن تقول هذا فقط بلسانك، لابد تعمل بهذا. لأن بعض الناس يقول ربي الله ويعبد غير الله. لا، إذا كان الله هو الرب لابد أن يعبد الله وحده ولا شريك له. كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله مشرك كافر. يا أخواننا، نحن دورنا الآن إصلاح المجتمع. لابد أن نصلح المجتمع، لا نفسد المجتمع. دعوتنا هي دعوة إصلاحية، نريد نصلح المجتمع. لا إفساد. أنت دورك الآن تصلح المجتمع. ليس دورك أن تكون أنت حاكم قاضي، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا ليس عملك أنت. أنت عملك أن تتعلم وتعمل وتدعو تصلح المجتمع. أنت دورك الآن في المجتمع هو الإصلاح، أن تتعلم وتعمل وتدعو الناس إلى الدين. ليس دورك أن تخرج الناس، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا ليس عملك. إذا لابد أن نسعى لإصلاح المجتمع. هؤلاء الكفار الآن اللي يعيشوا معكم، لابد واجب عليك أن تعلمهم، تخاف عليهم من النار. واجب عليك الآن من حولك من الكفار أن تعلمهم الدين، تدعوهم إلى الدين الإسلامي. نعم. إذن لابد أن الله سبحانه وتعالى يفرد بالعبادة. لا ندعو إلا الله. لا نخاف إلا من الله. لا نذبح إلا لله. كل العبادات لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى.